دايما بنسمع بنشرات الاخبار عن انواع جديده من الانفلونزا، منا بينتهي بعطسة ومنا بينتهي بالمستشفى. ها؟ ما تخاف يا سعيد، انا ما قصدي خوفك، بالعكس انا بدي طمنك. سمعت شي عن الانفلونزا؟ ها، هذا منه دواء للانفلونزا، هي شبكه رصد للانفلونزا وتابعه لمنظمه الصحه العالميه. الفلونت ترصد الحالات ب 91 دوله، والمختبر المركزي لمنظمه الصحه العالميه بيفحص سنويا مئات الالاف من العينات لمعرفه انواع الانفلونزا المنتشره واذا اي منا بيشكل وباء. كل سنه بتصيب الانفلونزا ما بين 5 ل 10% من البالغين و 20% من الاطفال حول العالم. وتخيل يا سعيد أنه ما بين عامين 1918 و1920 500 مليون إنسان أصيبوا بوباء الإنفلونزا. ومات منهم 75 مليون شخص خلال سنتين بس. الحمد لله اليوم الطب تقدم، وكمان الرصد والتعاون بين الدول صار أكبر لمكافحة الأنواع الخطيرة من الإنفلونزا. وإذا ما في مانع طبي، الأطباء بنصحوكم بالتطعيم المتوفر من أكثر من 60 سنة. وعساكم دوم صحة وسعادة.